وسط تباين الآراء حول السيناريوهات المقبلة للمشهد السياسي، الصدر يوصل رسالة من خلال مهلة الثلاثين يوم برمي الكرة مجددا بملعب الإطار. شجب واستياء كبيرين على خلفية استهداف الشخصيات الرياضية، ومطالبات بالوقوف عند ملابسات مقتل لاعب المنتخب الوطني السابق حيدر عبد الرزاق والقصاص من الجناح. حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. وبعد دخولها نفقا مظلما من الخلافات، فأن الأزمة السياسية التي لم تخرج من عنق الزجاجة، فإن المعطيات فيها تشير إلى ترقب للأوساط الشعبية والجماهيرية بإعادة ترتيب الأوراق للبيت الشيعي، حيث السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الذي خيم على المشهد في ظل صراع غير مسبوق من حيث بلوغه ذروة الخلافات. لذا فأن المراقبين للشأن السياسي يرون من مهلة الثلاثين يوم التي منحها السيد الصدر للإطار إعادة للكرة إلى ملعب الإطار مجددا، وهذا ما يتيح إمكانية العودة نحو التوافقات في الوقت الذي تشهد فيه الأطراف السياسية على أن تكون هناك بوادر من شأنها حل حالة الأزمة وتشكيل الحكومة المرتقبة. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، فأن استهداف الشخصيات التي قدمت الكثير للبلاد ومنها التي رفعت اسم العراق عاليا كان جزاؤها من قبل النفوس الضعيفة القتل وسفك دمائهم، فإنه على ما يبدو لم تكن جريمة مقتل لاعب المنتخب الوطني السابق حيدر عبد الرزاق إلا نتيجة لمسلسل الاعتداءات والاستهدافات المتكررة لمن أثبتوا للعالم أنه لا شيء يعلى على اسم العراق في الوقت الذي تدين فيه الأوساط الشعبية والجماهيرية هذه الجريمة النكراء التي يرى مراقبون للشأن الأمني أن من خلفها أجندة سياسية تعمل لجهات خارجية استهدفت المغدور الكابتن حيدر عبد الرزاق بعدما أعلن حبه وإخلاصه لوطنه وشعبه من خلال ولائه المطلق للعراق وقواته الأمنية والحشد الشعبي الذي كان يفتخر به من خلال ما تداولته الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع يظهر فيها وهو يحمل راية الحشد. وهذا ما أبغض أعداء الشعب بحسب تحليلات المراقبين للشأن الأمني في الوقت الذي تقف فيها الجهات المعنية لحكومة تصريف الأعمال مكتوفة الأيدي ولم تحرك ساكن. إذن مشاهدينا، في الوقت الذي تسعى فيه قوى الإطار الشيعي إلى لملمة الأطراف السياسية، فإن السيد الصدر كان قد أعطى الضوء الأخضر لحلفائه بالذهاب نحو تحالفات جديدة، وهذا ما يراه مراقبون للشأن السياسي بمثابة إعطاء الفرصة للإطار الشيعي للمضي بحراك سياسي نحو الوصول إلى صيغة توافقية من المؤمل أن تخرج أو تخرج العملية السياسية من حالة الانسداد السياسي. تقرير نهى الشمري. مهلة جديدة يطرحها التيار الصدري مرة أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة والسير نحو خيار المعارضة لمدة 30 يوما ليلقي الحجة بذلك على بقية الكتل بتشكيل تحالفاتهم، وبهذا قد أغلق باب الحوارات معه من قبل الإطار الشيعي الذي يسعى إلى لملمة الأطراف تحت مبدأ التفاوض إلى الإقصاء كما يرى متابعو الشأن السياسي، إذ منح التيار الصدري لحلفائه الضوء الأخضر بالذهاب إلى تحالفات جديدة. لكن تعنت الديمقراطي بعدم الدخول إلى ساحة الإطار الشيعي سيعقد المشهد ويفشل المخططات، وفي الجانب الآخر يرى الإطار الشيعي صعوبة التوافق مع تحالف السيادة بحسب ما صرح به أحد أعضائه. أما التحالفات المقبلة تتطلب من الكتل الأخرى تكافؤا والابتعاد عن التشبث بالآراء التي تصب لمصلحة شخصية، بالوقت الذي طرح المستقلون مبادرتهم لتشكيل كتلة نيابية ثم التحالف مع ما تبقى من الكتل المجتمعة
تحت كتلة واحدة، فمهلة الصدر تضع الفرقاء السياسيين أمام خيار واحد وهو التحالف تحت خيمة كتلة واحدة وتشكيل الحكومة، وإلا فله خيار آخر لم يعلن عنه بعد. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل الملف الأول من الحصاد نرحب سوية بضيفنا الكرام في الاستوديو السياسي المستقل السيد عادل هلالي. أهلا بك سيد عادل، ضيفا كريما، وكذلك الترحيب بالباحث بالشأن السياسي الأستاذ علي صبيح ينضم لنا بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم سيد علي، وأبدأ معك سيد عائد، كيف تصفون مسألة تلويح السيد الصدر بالذهاب نحو المعارضة وإفساح مجال لقوى الإطار الشيعي بتشكيل حكومة، وإفساح مجال أيضا للقوى المتحالفة مع التيار الصدري بأن تتباحث مع الأطراف الأخرى؟ شكرا جزيلا، تحياتي لكم سيد بشار ولقناة موقرة ولضيف العزيز وجمهوركم الكريم. حقيقة الجميع وصل إلى قناعة مطلقة أن العملية السياسية لا يمكن لها أن تنتهي إلى ما يتمناه الشارع العراقي وأن تكون هنالك حكومة في نهاية النفق. يعني الأمور ذاهبة إلى انسداد أو ذهبت إلى انسداد حقيقي، وبالتالي بعد الهدنة اللي منحها سماعة سيد مقتدى الصدر إلى أخوتي في الإطار التنسيقي والكتل السياسية الأخرى، يعني أيضا لم تجدي نفعا ولم تأتي بجديد، وبالتالي بقيت حالة الانسداد على ما هي عليه، والأمور ذاهبة إلى تعقيدات المشهد السياسي بشكل كبير جدا، ولربما أن الظروف الحالية الموجودة يعني الظروف الداخلية والخارجية والإقليمية تلقي بظلالها أيضا السلبية على العملية السياسية وتعقد المشهد السياسي. هناك حالة أنه التحالف الثلاثي، وتحدثنا من منبركم الكريم ومن خلال منابر الأخرى، قلنا أنه شركاء التحالف الثلاثي هناك من يشعر بالحرج الآن أو منذ فترة هو يشعر بالحرج نتيجة وجوده بالتحالف الثلاثي، لأنه هو وصل إلى قناعة أنه العملية لا يمكن لها أن تفضي إلى تشكيل حكومة، وبالتالي عملية البقاء متمترسين خلف هذا الخندق وخلف الخندق الآخر لربما أيضا لا تجدي بشيء. وبالتالي أعتقد أنه سماحة سيد عندما قال أنه سوف يذهب إلى المعارضة ويرمي الكرة في ملعب إطار التنسيق لتشكيل الحكومة، أنا أعتقد أن الأخوة في الإطار التنسيق هم قادرين على أن يشكلوا الحكومة، هم كانوا يعني مشهودين. ليش مشكلها طيب طيلة هذه الفترة؟ هي المشكلة أنه أنت عندك جلسة اختيار رئيس الجمهورية هي الفيصل في هذا الموضوع، لا يوجد لديك العدد الكافي لتشكيل أو لتمرير رئيس الجمهورية، و يعني العدد اللي نحن نعرفه انه 220 نائب، هذا موضوع كان معقد او في غايه التعقيد، وبالتالي عرقل المشهد السياسي بشكل كبير جدا. اليوم السيد لربما يريد يمنح فرصه للاخوه، لكن انا متاكد ان الاخوه لا يريدون ان يمضوا بدون الاخوه في الكتله الصدريه. ارجع لك لهي النقطه المهمه، لكن نرحب مره اخرى بالسيد علي. اهلا بك يا استاذ علي مره اخرى. برايك شلون راح يكون المشهد اذا ما انتهت 30 يوم دون إيجاد مخرج للعملية السياسية من تخندقات الخلافات التي وصلت إلى مراحل توصف بالانسداد حاليا؟ مسائية لك ولضيفك العزيز ولجمهورك الكريم، وتصحيح الاسم، أنا علي الصاحب وليس علي صاحي كما أدرنا سيد علي. أهلا وسهلا. حقيقة لم تستطع كل الكتل السياسية الوصول إلى نقطة التفاهم، واتفقوا كما يقال على ألا يتفقون، ووصلنا إلى هذه المرحلة وأصبحنا قاب قوسين وأدنى من الذهاب إلى اللا دولة وربما إلى الفوضى العارمة.
بحيث أن المتتبع للمشهد السياسي يرى بأن عقول السادة السياسيين أصبحت كالدهاليز المظلمة لا يستطيع أحدا من التكهن ما بداخلها، وربما حتى تسمية الانسداد والانغلاق والضبابية هي دخيلة على المشهد السياسي. إذا ما عرفنا بأن السياسة هي فن ممكن، فمن الممكن أن تتحاور كل الذين اختلفوا فيما بينهم ويصلوا إلى درجة من التفاهم ليستطيعوا من خلالها تأسيس وبناء دولة مرتقبة تنتظرها الجماهير منذ أكثر من 8 أشهر. وعلى العموم وضعنا الحالي لا يسر، والجميع يعرف بأن لدينا عدو من الخارج ومن الداخل يتربص بنا، وهناك دول إقليمية وخارجية تحاول أن تجعل من العراق مركزا للصراعات والاختلافات السياسية لتسرق من جهة أخرى نفطه وثروته وإرثه الذي امتد إلى أكثر من 100 عام. لذلك أنا أرى كل هذه المحاولات إن لم تسبقها محاولة واحدة، وهي الإيثار، وهي حب الوطن والتقبل الآخر. هذه الشعارات سيد علي يعني مضى عليها 8 أشهر. حتى الآن نتحدث بشعارات، لكن واقعيا ماكو أي توجه لحل هذه الأزمة؟ يعني سبحان الله، كل ما تكون هناك قوة في الخطابة يقابلها ضعف في الإنجاز. نحن نشهد في كثير من المحاولات ومن جميع البيوتات التي أسميناها محاولة للتقارب ومحاولة أو مبادرة كما يطلق عليها، ولكنها على أرض الواقع لا تساوي شيئا، لأن الطرف الآخر لا زال متعنتا، وقلناها سابقا ونقولها اليوم، بأنه لا يستطيع أحدا تمرير منصب رئاسة الجمهورية بدون توافق كردي كردي، كما لا يستطيع أحدا تمرير منصب رئاسة الوزراء بدون توافق شيعي شيعي. هذا القاعدة يجب أن تنطلق من عندها البيوتات المختلفة فيما بينها ومع الطرف الآخر، فتعرف بأن الأكراد إذا ما حلوا مشاكلهم فيما بينهم فلن يستطيعون حتى وإن انضموا إلى تحالف ما يسمى بالتحالف الثلاثي وبالإطار التنسيقي، هم أيضا ستفشل كل المحاولات. لذلك كما قلت، نحن اليوم بحاجة إلى إيثار، بحاجة إلى نكران ذات، بحاجة إلى حب الوطن وتقديم بعض ولو جزء، لا أقول من التنازلات، بل قد دعنا نسميها من التضحيات، من أجل إنهاء هذه المرحلة والعبور إلى المرحلة الأخرى، لأننا في مأزق حقيقي ومأزق مؤلم جدا. طيب سيد عائد، أطراف تقدم تنازلات من أجل المضي بالعملية السياسية والحفاظ عليها رغم العقبات الكثيرة، أطراف أخرى ما زالت تعقد المشهد متشنجة بمواقفها. من وراءها هل هناك يعني إرادة سياسية لحل البرلمان وإعادة الانتخابات؟ يعني أنا لا أرى في الأفق أن هنالك قدرة على حل البرلمان. يعني جميع الكتل السياسية والشركاء السياسيين والمجتمع الدولي لا توجد لديه رغبة في حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة. المشهد معقد وليس بهذه السهولة. نعم ممكن أن نأتي بمفوضية، ممكن أن نأتي بقانون، ممكن أن نرصد الأموال، ممكن 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 كل شيء ممكن، إلا شيء واحد هو غير ممكن، هو أنه تدعو الشارع إلى أن يخرج مرة أخرى إلى الانتخابات. اليوم عندما يستخف، هكذا يفهم الشارع، عندما يستخف الساسة برغبة الناخب العراقي ولا يحترم رغبة الناخب العراقي ولا يفهم مع رغبة الناخب العراقي للخروج من هذه الأزمات المتكررة والمتلاحقة في تشكيل حكومة، في الإسراع في تشكيل حكومة، وبالتالي إيجاد يعني لربما حلول للكثير من الأزمات اللي تواجه أو تعقد المشهد السياسي العراقي أو تعقد توجه لإيجاد حلول. يعني هسه لا حل للبرلمان ولا إعادة للانتخابات ولا حل بالتوافق السياسي وإيجاد مشتركات ما بين القوى السياسية، والمشتركات كثيرة لكن لا أحد يود النظر إليها. شنو راح يكون الحل بالمقابل؟ الأشهر مرت وهذه قد تكون تشكل مخاطر على البلاد. الحال انه احنا شفنا انه اليوم السيد حسين رماحي اطلق مبادره، قبل يوم يمكن السيد اياد علاوي اطلق مبادره، مبادرات كثيره. العمة تريزا ومن اقليم كردستان جمعت الضدين ووصلت الى تفاهمات لايجاد شخصيه، لربما شخصيه تسويه ما بين الأطراف الكردية، والتقت بالكثير من القيادات السياسية في الساحة العراقية، وهي ذاهبة إلى لملمة الوضع العراقي. أعتقد أن هنالك مبادرة دولية بعد أن فشلت المبادرات الداخلية والإقليمية، هنالك مبادرة دولية لملمة الوضع العراقي، تجدية الوضع العراقي،
غير صحيح. تجربة الوضع العراقي لا يصف في صالح لا المجتمع العراقي ولا العملية الديمقراطية التي جيشت أمريكا لها الجيوش وأتت إلى العراق، لا تريد لهذه التجربة أن تفشل. وبالتالي كل الأزمات اللي مرت وكل الأزمات اللي حصلت وكل الأزمات اللي كانت ترافق العملية السياسية وكل الأكاذيب والأباطيل اللي كانوا يروج لها المجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة من أنه هناك انتخابات نزيهة والأعداد مقبولة والأرقام، هي كلها كانت في صالح شيء واحد، هو دعم المشروع الأمريكي. اليوم نحتاج إلى قرار وطني شجاع ويكون لدينا قرار عراقي وانتخابات عراقية خالصة، وبالتالي تكون لدينا عراقية حكومة عراقية قوية من داخل رحم الدولة العراقية، لا أن تكون مهندسة من قبل المجتمع. أفهم كلامك أنك لديك رغبة بالذهاب إلى انتخابات، إعادة انتخابات وحل البرلمان؟ صعب جدا، لكن المشكلة الأساسية اليوم العامة التلفزة تحاول أن تجمع الأضداد على طاولة واحدة، تريد أن تمرر هذه التجربة أو هذه المرحلة وبالتالي نؤسس إلى مرحلة جديدة لربما، لكن يبقى تأثير المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي واضح في المشهد السياسي العراقي. طيب أستاذ علي، طالما لوح السيد الصدر بالذهاب إلى جهة المعارضة، لكن برأيك سيكون هذا الخيار حل هذه الأزمة بتوجه التيار الصدري إلى المعارضة؟ لا أعتقد، أنا أعتبرها مناورة سياسية من السيد الصدر، هو يتمتع كما يسمي نفسه بالكتلة الأكبر ويحاوي على أكبر عدد من السادة النواب، لذلك هو متمسك بالأغلبية السياسية كما يسميها، وفي الطرف الآخر أيضا يقول نحن الكتلة الأكبر. سيد العزيز، الخلل يكمن في الانطلاقة، انطلاقتنا لهذه الانتخابات كانت خاطئة، أنا لا أقول باطلة وما بني على باطل فهو باطل، ولكن الانتخابات منذ مطلعها وقانون الانتخابات بحد ذاته قانون سانت ليغو هو خطأ جسيم في حق الجسد العراقي. حضرتك والجميع المتابعين يعلمون بأن النسبة وإن زادت لا تتجاوز 20% من ذهبوا إلى الانتخابات، أي أن 80% من الشعب العراقي رفض الذهاب إلى الانتخابات، فأين موقع الديمقراطية؟ والديمقراطية تعني حكم الأغلبية. هذه من جهة. جهة أخرى، نحن لدينا خلل في السلوكيات وأهمها السلوكيات السياسية. الحكم البرلماني خاطئ بحق العراقيين، طالما مررنا بمواقف شهدناها في عام 2014 و2018 وأصبحت توقفات وتأخرت تشكيل الحكومة، كان الأولى أن نعيد النظام السياسي من جديد حتى لا نقع في هكذا مأزق، ولكن ما حصل قد حصل. الذهاب إلى المعارضة أنا أعتبره خيار صعب جدا، لا أحد يرغب فيه، لأن المعارضة بحقيقة الأمر بدون مناصب وبدون نسميها غنائم، إذن الكل يسعى لتشكيل الحكومة والكل سيخفق في تشكيل الحكومة طالما لم تجد القاعدة الأساسية التي ستبنى عليها الدولة. في هذه الحالة سيد علي، ما مدى إمكانية حل البرلمان وإعادة الانتخابات؟ ما مدى واقعية ونجاعة هذا الحل؟ يعني حل البرلمان سيدخلنا في متاهة أخرى، نحن في نفق مظلم لا يوجد فيه ولو بصيص نور. أما أن ننهي البرلمان فقد هدمنا آخر صريح كان تعول عليه وهي السلطة التشريعية، تعرف حضرتك السلطة التنفيذية أصبحت تصريف أعمال، ورئاسة الجمهورية أيضا وإن كانت هي من جزء من السلطة التنفيذية هي أيضا خارجة عن أطرها الدستورية أو عن استحقاقها الدستوري. الذهاب إلى حل البرلمان لا يجدي نفعا، بل سيعقد المشهد أكثر، حتى إذا ذهبنا إلى تشكيل حكومة طوارئ أو ما تسمى بهذه المرحلة أيضا سنقع في متاهة أخرى. إذن من سيدير البلاد؟ من سيمضي بها؟ الحل بسيط ولكنه على الكتل السياسية غير بسيط، لطالما هي لم تصل لهذا الوقت إلى مستوى أو مستوى العقل سن الرشد السياسي، فهي تختلف على أقل الجزئيات، في حين نشهد في دول أخرى مرت الانتخابات بسلام وهي أيضا كانت معقدة في البداية. نعم. طيب بالنسبة للإطار الشيعي أستاذ علي، تعتقد بأن الإطار سوف يكون قادر على تجاوز هذه الخلافات السياسية قريبا؟ سؤالي لي؟ نعم لك أستاذ علي. نعم، لما لا يكون الحل؟ أنا كما قلت لك الإطار التنسيقي صاحب الأرض السياسي لديه خبرة سياسية يستطيع من خلاله أن يتجاوز المرحلة، ولكن عليه أن يقدم لا أقول تنازلات بل هي جزء من التضحيات لجزء للتيار حتى يمضي لتشكيل الحكومة، وكما قلت
لن تتم عملية الكتلة الأكبر أو تنصيب رئاسة الوزراء بدون توافق في البيت الشيعي. وحتى هذه التكتلات أو هذه الذي سميت بما تسمى يعني التحالف الثلاثي أو غيره هي كتل واهية، ربما سيتعقد المشهد في أي لحظة وستختلف فيما بينها. تعودنا أن يأتي البيت الشيعي بمرشح واحد ويأتي البيت الكردي، أما هذه المرحلة دخلنا في متاهة أكبر من التي سبقتها. فالإطار وحتى التيار قادرين على أن يمضوا، لكن عليهم كما قلت أن يتحلوا بحب الوطن قبل حب المناصب. سيد عائد، أكو حراك حاليا أو حراك مرتقب للإطار الشيعي من أجل حل حالة هذه الأزمة؟ هل مبادرة مرتقبة تختلف عن المبادرات السابقة من شأنها ربما حل النزاع حول قضية الحكومة وتشكيلها؟ نعم، أنا أحب أن أعقب على زميل الأستاذ علي فيما يخص ذهاب الكتلة الصدرية إلى المعارضة. نعم، هو الموضوع غير مقبول يعني، وصعب جدا أن تتقبل كتلة مثل الكتلة الصدرية قدرة أن تحقق أو استطاعت أن تحقق هذا الرقم الكبير في الانتخابات زينا وتذهب إلى المعارضة بعد أن، لكن الصدريون أكدوا بأكثر مناسبة استعداد نعم إلى المعارضة. لكن المشكلة هذا الموضوع هو طبعا يضر الأخوة في التيار الصدري اللي في إطار التنسيق وتحالف الثبات الوطني، هذا يضر بشكل كبير جدا. عدم وجود الأخوة في الكتلة الصدرية لا، ما راح نأسس إلى حكومة قوية، هذا من جانب. الجانب الآخر، الأخوة في الكتلة الصدرية اللي سوف لن يحتاجوا إلى تحريك الشارع. اليوم هم يمسكون بزمام الأمور في المناصب البرلمانية والكثير من المؤسسات الرقابية، ويستطيعون من خلال هذه المؤسسات يعني اللجان النيابية، أغلب اللجان النيابية هي في بيد الأخوة في التيار الصدري، وكذلك نيابة الرئاسة يعني هم راح يكون كمعارضة ممكن أن يستخدمون هذه الأوراق بشكل ضاغط على الأخوة إذا أرادوا أن يؤسسوا. نعم، قادرين الأخوة في الإطار التنسيقي ولهم مواقف مشهودة والتاريخ يشهد لهم وقاد البلاد في أحلك الظروف، لكن مع ذلك وجود الأخوة في الكتلة الصدرية مع إخوانهم في الإطار التنسيقي ممكن أن يؤدي إلى تأسيس حكومة قوية قادرة على أن تتجاوز المحن والصعاب. الشكر جزيل لك السياسي المستقل الأستاذ عائد الهلي، كنت ضيفا كريما علينا. والشكر لكم الباحث بالشأن السياسي الأستاذ علي الصاحب، كنت ضيفا كريما بالصوت والصورة من بغداد. وننتقل سوية مشاهدينا إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. وجب واستياء كبيرين على خلفية استهداف الشخصيات الرياضية ومطالبات بالوقوف عند ملابسات مقتل لاعب المنتخب الوطني السابق حيدر عبد الرزاق والقصاص من الجنات. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. ووسط أجواء يخيم عليها الحزن، يودع ذوي الفقيد لاعب المنتخب العراقي السابق حيدر عبد الرزاق، يودعوه إلى مثواه الأخير بعدما لقي حتفه على يد العصابات الإجرامية في ظل ظروف غامضة. ليعبر المحبون من المعزين عن حزنهم وغضبهم إزاء هكذا اعتداءات تطال أبطال الكرة العراقية في الوقت الذي حمل فيه الحاضرون القيادات الأمنية والجهات الحكومية المعنية مسؤولية هذه الجريمة النكراء. المزيد مع الزميل علي حبيب. في القضية تم الاعتداء على نجم الكرة العراقية واللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق، يتوفى بعد ذلك متأثرا بجراحه البليغة في منطقة الرأس، كسر في الجمجمة ونزيف داخلي قبل أسبوع من الآن، ليشيع جثمانه يوم أمس الأحد من مستشفى الجملة العصبية في موكب خلا من أصحاب الشأن واقتصر على ذويه. عاشرنا أكثر من 26 سنة بالرياضة وكرة القدم، سفرنا وأكلنا ونومنا، كنا يعني
كنا سوية، لكن مع الأسف هناك تقصير حكومي وتقصير طبي، تقصير المجتمع ومع حيد عبد الرزاق، غياب المبادئ والقيم والأخلاق، وخير دليل ما تعرض له الكابتن حيد عبد الرزاق من فئة ضالة. وأستغرب اليوم حضور السادة المسؤولين إلى مجلس العزاء، بينما قبل يومين إحنا ندور على شهادة وفاة نطلعها من الثنتين الساعة 2 للساعة 9، يلا طلعنا شهادة الوفاة للنجم على موجب جنسية استنساخ، تخيل. واليوم المسؤولين بحمايتهم. خيم الحزن على عائلته ومحبيه في مجلس عزائه، وعبر الحاضرون عن غضبهم لهذا الاعتداء الغادر الذي طال أحد النخب الرياضية وأسقط غصن آخر من شجرة الرياضة العراقية. فهذا الحدث يبعث بمؤشر القلق إلى الأمام في انتهاج هكذا سلوكيات تعرض حياة هذه الأرقام المهمة للخطر. كابتن حيدر عبد الرزاق أول شخص، أكيد باقي شخوص كثيرة لاعبين، وإذا كانوا يعني مشهورين مو إلا بمجال كرة القدم، يعني هواي المجالات يعني دائما عالم تنتقص من عندهم. فلذلك نتمنى إن شاء الله من الحكومة العراقية ومن القضاء العراقي يتجهون بهذا الاتجاه ويكونون لهم حد هذه الحادثة الخطيرة. ظلم ليس فوق ظلم إنسان، قد يختلف على بعض الناس بقضايا معينة أن يؤدي هذا إلى الفوت وإلى الشهادة، هاي قضية بصراحة أنا تألمت كثير، وأتمنى للقضاء أن يكون له موقف واضح لمن يظلم الآخرين. ومع أن حيدر لم ينعه أحد ولن تبكيه الرئاسات ولن تضج لأجله المواقع والصفحات، فخبر وفاته مر مرور الكرام. حيدر عبد الرزاق خسارة كبيرة في رصيد العراق الوطني بعد أن سلبت حياته غدرا على يد مجموعة ضالة من الأشقياء في محراب الوطن. علي حبيب، الأيام الفضائية. نوازيكم مشاهدينا بهذه الفاجعة الأليمة، خبر مقتل لاعب المنتخب الوطني السابق حيدر عبد الرزاق. ونرحب سوية بضيفنا الكريم في الاستوديو، لاعب الدولي السابق كريم صدام. اهلا بك يا سيد كريم، اهلا وسهلا. تعزي لكم بهذه الفاجعه المؤلمه، وبدايه يعني نود ان تحدثنا كيف تلقيتم والاوساط الرياضيه خبر هذه الفاجعه واغتيال ومقتل الكابتن حيدر عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحقيقة فقدنا نجم من نجوم الرياضة العراقية اللي قدم الكثير للرياضة العراقية، وقدر يخدمها كلاعب وكإداري. حقيقة هذا خبر موجع، أنه هكذا اعتداء آثم على لاعب دولي سابق قدم الكثير للرياضة العراقية. وأنا المفروض دور الدولة يكون يعني يأخذ بثار اللاعب، يأخذ بدور حقيقي، لأنه هكذا تصرفات ربما تأثر على المجتمع بصورة عامة ليس على وسط الرياضة. فكيف إذا كان نجم قدم الكثير للرياضة العراقية؟ نعم. حقيقة كان خبر صادم ومؤلم، لأنه آخر فترة التقيت بالكابتن حيدر الله يرحمه، كانت بطولة رمضانية، كان نشط وحيوي وعنده روح المبادرة، ودائما كان يساعد زملاء الرياضيين. لذلك شوف اليوم كنا احنا في عزاء، حقيقة شوف كل الرياضيين متألمين، كل الناس زعلانة على هذا الحادث المؤلم. أكيد أكيد يعني الدولة يجب أن يكون لها دور في هذا الموضوع، وتقص من الناس اللي اعتدت على هذا الشاب اللي قدم الكثير من الرياضة العراقية. طيب بالمقابل يعني ما لاحظت أنه هكذا شخصية وقامة رياضية عظيمة عند العراقيين لم يكن يعني لخبر استهدافها أو مقتلها والاعتداء عليها هكذا شخصية ذاك التأثير عند الجهات الرسمية، عند وزارة الشباب والرياضة مثلا لم يكن هناك حداد عام كما يحصل في باقي البلدان، تم يعني فقدان شخصية عظيمة، يعني تم يعني الاحتفاء بهكذا شخصيات واستذكارها، لم يكن هناك تشيع على قدر ما قدمه هذه أو قدمه الكابتن حيدر. وشوف ليس بجديد على الدولة إهمال كل الناس المعنيين، كل الناس المبدعين، ليس فقط بالرياضة، كثير المجالات يعني دولة مع الأسف كان دورها ضعيف. بس حسيها كوزارة ككابتن عدنان الرجال بشخص رجل زار أكثر من مرة. نعم. واليوم كان في العزاء، كنا مع بعض الحقيقة، حضر العزاء اليوم وقدم. بس مثل ما قلت حضرتك مع الأسف دائما دور الدولة يكون بعيد عن هكذا، على الأقل يعني كان تشيع رسمي. ليش ما كان تشيع رسمي؟ قدم الكثير للرياضة العراقية المفروض. نعم. حقيقة سمعنا معاناة في المستشفى، مع الأسف أنا كنت على أساس نزوره نفس اليوم، بس هو الله يرحمه توفى مساءً.
كثير من اخواننا كانوا متواجدين بالمستشفى، يعني كانت حتى التعامل المستشفى مع الاخوه الرياضيين تاخير بالتسليم الجثمان، كثير من المعاناه بهذا الموضوع، اخروا اكثر من ساعتين بالمستشفى. هذه الاجراءات ما كان لها يعني خصوصيه للاعب، هذا نجم، وهذا مثل ما قلت حضرتك قدم الكثير للرياضه العراقيه، يجب ان تكون له خصوصيه بالتعامل، خصوصيه بالتشييع، يكون له دور بهذا الموضوع. بس مع الاسف يعني تشوف فقدنا كثير من النجوم رياضه، خصوصا نحكي في المجال الرياضي، ما كان للدوله دور في ابراز هذا العطاء، ابراز هذا التقييم. لذلك شوف احنا ما فيك سر، احنا كرياضيين قدمنا الكثير، ما راح نتوقع شيء من الحكومه او شيء من الناس المعنيين انه يقدمون شيء في سبيل تكريمنا على المده الماضيه اللي قدمنا بها الشيء اللي رفعنا العلم العراقي، نعزه وسلام الجمهوري، ليس لي انه بكل كثير من النجوم الاخرين. فمع الاسف مثل ما شخصت حضرتك انهم كان دور الدوله ضعيف في هذا المجال. ان شاء الله جمهوركم والشعب العراقي ما يقصر طبعا بتكريم اي شخصيه واي قامه رفعت اسم العراق يعني في المحافل الدوليه، لكن برايك شلون يمكن للدوله او الجهات المعنيه تامن حمايه للاعب، للفنان، للمثقف العراقي بوجود اوضاع امنيه يعني نسبيا غير مستقره؟ تشرع قوانين، يعني المفروض تشرع قوانين من اجل حمايه الرياضيين، تكريمهم. تعرف احنا العمر الرياضي محدود، ورا فتره بالضبط، ورا فتره اكيد راح يعجز، لان تعتمد على القوه البدنيه الجسمانيه، هاي يعني من رب العالمين خلاص عندك حد توقف، فانا لازم تامن حياتك. يعني شوف الرياضي يفني كثير من حياته، يضحي بدراسته، يضحي بعلاقاته، يضحي بكثير من في سبيل رياضته، في سبيل يقدم. شوف من يعجز ويبقى قاعد ببيته ما يلقى احد يعينه، ما يلقى احد يساعد، خصوصا لما كان موظف او ما عنده مرتب. الدوله بالفتره الاخيره قررت هذا الموضوع، تعطيك مبلغ يعني مع مبلغ بائس، يعني 400,000 انا يعني بالنسبه لي اقسم 300 وكسر تقريبا، بس كان من ضمن قانون التامين الصحي، قطع اراضي، الطيران انه عندك ديسكاونت او خصم 50%، مع الاسف ما نفذت اي منها، فقط المبالغ الماديه اللي تسلم للرواد الرياضيين. والطامة الكبرى يعني هسه حيدر الله يرحمه يمكن يستلم وفاته، خلاص انقطع هذا الدعم، انه بعد وفاته عائلته ما راح تستلم المبلغ. زين كيف تعيش العائله اللي بعد وفاه معيلها؟ اذا كان معيلها هو الرياضي ويستلم هاي المنحه بعد وفاته، خلاص زين هي منحه تقاعديه تعتبر، اللي استفاد منها عائلته او عائلته، زوجته، اطفاله، الان تقطع من المنحه بهالموضوع. فاحنا حقيقه يعني خلالكم انتم الاعلام لكم دور مؤثر ومهم بهذا الوسط، انه تفعل هذه القوانين، تفعل هذه القرارات في سبيل انهم العائله تعيش عيشه كريمه بعد ما يتوفى معيلها، بعد ما يتعرض لها كثير من النجوم مثل ما تعرض لها الكابتن الله يرحمه حيدر. فمشكله يعني انت الملك ناشد، هو مجلس النواب اقر القانون، فما عندنا غير الاعلام اللي حضراتكم توصلوا ان شاء الله، يعني هذا منبر يوصل صوتكم للجهات المعنيه والبرلمان. لكن الكابتن حيدر الله يرحمه ما توفى بالطريقه العاديه، يعني تم جريمه، الاعتداء عليه وقتل جريمه نكراء. لكن من خلال علاقتك به وبالوسط الرياضي، وصلت لكم معلومات عن طبيعه هذه الجريمه؟ خلفها يعني اداء شخصي، سياسي، ام شنو التفاصيل؟ والله حسب الروايات اللي تكلموا عليها اليوم، يعني سمعنا هاي الروايه انه عنده ملعب كره قدم، عنده احد يديره، احد الاصدقاء او احد الناس اللي يديروا لهذا العمل، الظاهر كان يدير بشكل سيء هذا الشخص، يعني ياخذ بعض الاموال من اطفال، ما يقدم الشكل المطلوب للناس المعنيه. الظاهر صار اكو خلاف بوجهات النظر، انه اراد يبعد عن المكان. الظاهر عنده ناس يعني ميليشيات او تنظيمات، ما اعرف بالضبط شنو الموضوع، فجاءت مجموعه من الاشخاص اعتدوا عليه بشكل يعني مريع. يعني شفت الصور انا حقيقه كلش انصدمت، انت اذا عندك عداوه مع شخص ما تروح بهالحده بهالخشونه انه جاي انت قاتل، اذا كان عندك خلاف وياه على الاقل اعطي رساله انه اضربه بشكل بسيط او اعطي رساله معينه انه قطعت رزقي، بس مو لهذه الدرجه بحيث منع عن انه الكابتن عدنان درجال زار المستشفى، منع الزيارات عنه لانه كان وضعه ما يسمح استقبال الناس. واحنا نتوقع انه يتطور الوضع الصحي يعني نحو الافضل، قدرنا نعطي وقت لانه ممنوع الزياره صارت عليه، مع الاسف تدهورت حالته الصحيه. مدى مستوى الرعايه الصحيه اللي حصل عليها بالمستشفى؟ ليش ما خلوه بجناح خاص او مستشفيات
الراقيه نوعا ما الاهليه وغيرها. الكابتن عدنان درجال يعني حسب تصريحاته اليوم بلغ المدير المستشفى قال له اذا اكو امكانيه نقله الى مكان اخر او نسفره او الموضوع، قال له وضع حرج، يعني اي تحرك مو بصالح الرجل، والدليل شوف يعني اكيد كان الوضع غير 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 صحيح، والدليل انه توفى الرجل الله يرحمه، لو كانت الرعايه افضل لو بس اذا على قدر بيد رب العالمين، الحمد لله على كل شيء. ايضا ينضم لنا مباشره عبر الهاتف اللاعب الدولي السابق فريد مجيد، اهلا بك كابتن فريد ضيفا كريما عبر الهاتف، واحر التعازي لكم بهذه الفاجعه الاليمه على الاوساط الرياضيه والشعب العراقي، واود ان تحدثنا يعني هذه الجريمه تفاصيلها من خلال قربكم من المرحوم الكابتن حيدر، شنو كانت تفاصيل هذه الجريمه؟ اسبابها؟ هل تم يعني الوقوف على من يقف خلفها؟ تم تصوير الجنات؟ تم تحرك الجهات المعنيه لإلقاء القبض عليهم ام ماذا؟ انا مسا عليك هذا الشهر ومسا على الاخ كبير كابتن كريم صدام، الله يبارك فيك. اعزيكم واعزي نفسي واعزي الشارع العراقي الشعب العراقي العموم والرياضيين واهل الكابتن حيدر عبد الرزاق بخصوص يعني عن هذه الجريمه. يتكلم كابتن كريم يعني صراحه وهذا الضرب يعني اللي فاجئنا به يعني على شخص خدم البلد انطل البلد طاقه من طاقات الرياضه اللي ادت واجبها تجاه بلدها بالشكل الصحيح صاحب انجازات، انه ضع نجم بحجم حيدر عبد الرزاق وضع النجوم انه تتعامل مع هذه الطريقه صراحه انه ممكن تتفاجئ. واضاف الكابتن كريم يعني بالنسبه للاخوان الرياضيين سواء المسؤولين على مستوى الرياضه واضاف الاخوان زملاء اللي عاصروا وحتى اللي قدم وحريصين جدا انه على زياره يعني تقدر الدكتور منع الزيارات، وبالاخر هم حريصين جدا انه كل احنا نتوقع ما فيهم المتكلم صراحه توقعت انه حالته الصحيه انه تكون بعد مضي الوقت تكون افضل، لكن احنا تفاجئنا صراحه حتى احنا نزرناه للامانه يعني انا شفته لكن ما كنت اتوقع انه يوصلني هذا الخبر القدر، لكن انا من خلال برنامجكم وفرصه طيبه من كابتن كريم قدام تواجد يعني ممكن اني ولا كابتن كريم اي نجم من قدم هذا البلد انه معرضين مع اجتماعات يعني مافيات عصابات يعني ناس لا ينتمون لا للدين ولا لعشيره ولا لا مذهب ولا لا قانون، يعني مناشدتي الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الى رئيس الوزراء الى سيد وزير الرياضه والشباب، بما انه وزير الرياضه والشباب الكابتن عدنان درجال، انا اقول اذا هذه العمليه اسميها الارهابيه صراحه اذا مرت مرور الكرام يعني ممكن كانت كريم يوافقني الراي هذا يعني كابتن فريد، يعني انت تعتبر هذه الجريمه عمليه ارهابيه، يعني هل تعتقد ان هناك جهات متطرفه مثلا او جهات ارهابيه تقف وراء هكذا عمليه وجريمه؟ بالعكس احنا شوف حتى الجهات يعني اللي معروفه يعني بالنسبه للبلد انا ما اعتقد يوم من الايام انه يكرهون كريم صدام، يكرهون فريد مجيد، يكرهون عماد محمد، نعيم صدام، حليم جحطر، بالعكس علاقتنا طيبه بالجميع، والرياض هو ما عنده فيها للامانه يعني اقول انه يلعب كره قدم، يشاهد كره قدم ويرجع للبيت مع عائلته، يعني ما عندنا يعني لا يمكن مثلا الجهات مسلحه ولا عندنا اعداء مع ناس. نعم. حسب ما يعني تكلم كابتن كريم وانا اللي يعني اللي سمعته يعني انا ما متاكد انه واحد يلعب سماشي حاله طبيعيه انه الشخص الرياضي يبطل من كره القدم يكون عنده مطعم يكون عنده كافتيريا يكون عنده ملعب سماشي يسترزق من عنده مو عيب ولا حرام، لكن انه تستفز بهذه الطريقه وتتصل به بالتليفون وتدعي الساحه يجيرون عليه، لا هي مثلا رجوله من عندكم خمس اشخاص انه تضربوه، لكن تلقيه امام بلده شعبه امام عائلته امام زوجته امام ابنه اللي متخرج من روضه، وين الانسانيه؟ الله سبحانه وتعالى يخلق الانسان باجمل صوره وانت تجي تمثل بهذه الطريقه يعني ما اعرف حتى اذا لو انت اذا كانت نيتك القتل انه حتى طريقه القتل مو هذه الطريقه ممكن يعني انت يعني ما اعرف مثلت دي يعني كابتن كريم يتكلم على الصور حقيقه يعني احيانا احنا حتى ما نقدر نشاهد الصور، هاي عمليه تمثيل يعني ما اعرف شنو هذا الضرب؟ شنو هالقساوه؟ شنو الشغله اللي يسويها مثل حيدر عبد الرزاق؟ يوم حيدر من الهراء الحقيقه
اللاعب الدولي السابق كابتن فريد مجيد، شكرا لنظامك انه احر التعازي لكم مره اخرى كابتن فريد. اعود لك كابتن كريم، نجد اليوم انه الوضع بات اكثر صعوبه من الكثير من الجوانب، يعني والتجرؤ بكل بساطه على اعتداء على كابتن وعلى شخصيات مرموقه، وكذلك استخدام سلاح وقتل مواطنين ابرياء، وحتى وصلت الى نجوم كره قدم. والله هذا الموضوع يعني يؤسف له مع الاسف، يعني هكذا اعمال مثل ما وصفت حضرتك، يعني توصل نجوم قدموا الشيء الكثير، ما فيك سر، هذا خليك بقلق دائم انه ماكو شيء يحميك او ماكو شيء يامن لك حياتك او حياه عائلتك. اللي يجيك في وضح النهار امام الناس يعتدي هكذا اعتداء بشع على نجم من نجوم الرياضه العراقيه، انت كيف تحمي حالك؟ احنا مثل ما قال كابتن فريد، احنا كنا مسالمين، ما عندنا انتماءات لاي اي 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 حزب اي شيء، بقدر حبنا لبلدنا وقدرنا شيء كثير لبلدنا، فكيف تحمي حالك في هالموضوع؟ هنا يبقى دور الدوله ودور الناس المعنيين اللي يامنون الحياه الرياضيه وحياه الناس بصوره عامه. ايضا من ضمن ان ناطق باسم وزاره الداخليه اللواء خالد المحنه ينضم لنا عبر الهاتف، اهلا بكم سياده اللواء، وبدايه ما الذي توصلتم اليه بشان مقتل اللاعب الدولي السابق الكابتن حيدر عبد الرزاق؟ اين وصلت التحقيقات حتى الان؟ تحياتي لحضرتك والى جمهورنا الكريم. هو الحقيقه عاده التحقيقات تاخذ مداياتها ولخطوره واهميه الموضوع تم تشكيل فريق عمل في وزاره الداخليه، واحيلت الاوراق التحقيقيه الى مديريه مكافحه الاجرام لغرض تبني الموضوع، والان الفريق عاكف على جمع الادله وبيان كل جوانب القضيه وظروف الحادث، وهنالك اوامر صدرت بحق بعض المشتبه بهم سيتم التحقيق والتعمق بالتحقيق معهم. طيب سيادة اللواء، لكن كمعلومات أولية، يعني ما الذي تبين لكم من خلال سير التحقيقات بهذه الحادثة والجريمة؟ من هي الجهة المتهمة؟ ما هي الأسباب من وراء هذا العمل الإجرامي؟ هو الحقيقة المعلومات الأولية تشير إلى حدوث مشاجرة، سواء يعني مشاجرة مبيتة أو بغض النظر عن ظروف الحادث، لكن هي على العموم مشاجرة من خلال آلات رافضة استخدمت في المشاجرة، والأمر اللي أدى إلى إصابات بالغة بالمجنى عليه، بقى راقد بعض الأيام في المشفى وبعدها فارق الحياة. طيب تستبعدون قضية أن هناك ربما جهات سياسية أو جهات متطرفة تقف وراء عملية اغتيال الكابتن حيدر؟ لا، هو الموضوع ليس من خلال اغتيال مباشر، وانما هي قضيه حدثت في يعني مشاجره استخدمت فيها الالات الرافضه وغيرها، وكانت طبيعه الاصابات لا تنم عن قضيه يعني قضيه اغتيال او قضيه سياسيه، او عاده ما تتم عمليات الاغتيال من خلال اشخاص ملثمين، من خلال اشخاص مجهولين، من خلال يعني اطلاق نار، من خلال كثير من الظروف الجهات التحقيقيه تعرف بهذه الجوانب، لكن على العموم التحقيق ما زال في بدايته، والفريق العمل المخصص عاكف على دراسه كل جوانب القضيه والسماع افادات شهود العيان والتحقيق مع المتهمين في الحادث، وايضا جمع المعلومات من عائله المجني عليه وغيرها من الامور. الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه سياده اللواء خالد المحنه، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك سياده اللواء. اعود لك مره اخرى كابتن كريم بسؤال اخير، حتى ان كانت الجريمه جريمه بعد مشاجره او على قضيه لانه بطل هذا العامل اللي يشتغل عنده والموظفة، حتى ان كانت جريمه جنائيه يمكن يعني اعتبارها جريمه عاديه باغتيال هكذا شخصيه، ام تتفق مع الكابتن فريد بانها جريمه ارهابيه بامتياز؟ طبعا اتفق مع الكابتن فريد، هاي جريمه
بشعة جدا، يعني لربما تفوق عملية الإرهاب، لأنه الإرهاب ما عدا رؤية ما عدا صورة، بينما هذا واضح الرجل هو اللي كان يدير الملعب هو اللي قام بهذا العمل مع مجموعة من الناس. يعني ما جل احترامنا للناطق وزارة الداخلية، لربما صارهم فرصة يعني ينهزمون أو يطلعون خارج البلد هذه الفترة الزمنية. مفروض هو ذكر انه تم التحرك على بعض الاسماء من المتهمين او يعني القبض عليهم. هو الرؤيه واضحه تقريبا، انه الشخص قبل لا يجي اتصل بي، يعني اتصل بالكابتن حيدر قال له منتظرك بالملعب تعال. فمن على الاساس انه خلاص كانت النيه مبيته مبيته طبعا، وواضح المجرم او النفذ الجرم واضح جدا، يعني حتى اهل المرحوم يعرفون الجاني هذا الموضوع، واستعان ببعض الناس عليه استقوى على الكابتن وقدر يقوم بهذه الجريمه البشعه حقيقه. شكرا لكم كابتن. ودعنا قبل الختام نطلع على نتائج الاستبيان، وهل تتحمل حكومه تصريف الاعمال التقصير بحماية أرواح الشخصيات المشهورة والمواطنين عموما في المجتمع ومنها الشخصيات الرياضية؟ كانت الإجابات 74% نعم، 23% كلا، و3% متحفظ. اللاعب الدولي السابق كابتن كريم صدام، كنت ضيفا كريما علينا، أحب التعازي لكم مرة أخرى بهذه الفاجعة، ولكم والأوساط الشعبية والرياضية خصوصا. شكرا لكم كابتن كريم، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الأكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصادنا.